اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی hope all ویورز will بی فائن ٹوڈے وی will لرن اباؤٹ پریئر اینڈ our لیسن ٹوڈے از ویری important آج ہم سیکھیں گے نماز کو نماز کے متعلق کہ نماز کو ہم نے تجوید و قرات کے مطابق کس طرح پڑھنا ہے تو چلیے لیٹس سٹارٹ دا لیسن اللہ اکبر سبحانک اللہم و وبحمدیک و تبارک کا و تعلا جدو و ولا الہ غیرک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم three times in ركوع تين دفع سبحان ربي العظيم ركوع مبرناه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى three times in sujda تین بار اسکو سجدا میں پڑیں گے الله أكبر التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله. Right side. ضاين طرف السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Left side. بير بائن طرف. One time left right side and one time left side.